احكي لي عن صراع مع نفسك كبير فاكره، فرق في حياتك، فرق في شخصيتك. صراع مع نفسي فاكره؟ مش فاكر. مش فاكر صراع يعني كل انا اصلا كل يوم في الحياه في المواله انا عملت ايه صح، عملت ايه غلط، عملت ايه صح، عملت ايه غلط وبتاع. يعني بحاول ان انا ابعد ان انا اعمل حاجه اندم عليها او اعمل حاجه ازعل من نفسي عليها بعد كده. امتى ممكن تغلط نفسك؟ لو انا غلطان. لو انا غلطان يعني ايه الحاجات اللي لو هي صدرت عنك يبقى انا غلطان؟ ان انا احرج حد، اصد حد، يعني اصد حد، ان انا اكسر بخاطر حد، ان انا اتكلم مع حد باسلوب مش حلو. عندك اختيارات صعبه عملتها في حياتك، حاجه ما كنتش عايزها ودخلت صراع مع نفسك واضطريت كان لازم تعمل اختيار؟ المواقف دي اللي هي بتبقى فيها اختيارات صعبه قوي في الشغل، في الشغل، في يعني الشغل مش مع نفسك، مش صراعات شخصيه. لا لا، اول ما بدات يعني ان اختار ده ولا تختار ده، لان الحياه اختيارات وربنا هو اللي بيوفق. فانت ما بتبقاش عارف علم الغيب، فانت اخد الشغلانه دي ولا اخد الشغلانه دي؟ طب الشغلانه دي ممكن اظهر فيها ولا مش اظهر فيها؟ فهو ده اللي بيبقى طول الوقت بيبقى صراع، انا هختار ايه فيهم؟ اني هبقى انجح فيهم؟ اني هتشاف فيهم؟ دخلت صراع النمبر 1؟ لا، عمري ما كان عندي صراع النمبر 1، عمري ما كان عندي صراع. دخلته تمام بشغلي، حتى لو مش باختيارك. تمام، بس ما عنديش ما أنا والله انا 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 مفيش حد هو رقم واحد في المطلق. الواحد هو الله. الواحد هو الله طبعا ونعم بيه. مفيش اي غير كده، كله في الاونطه. تمام، ومفيش حد واحد طول الوقت. في حد نمبر 1 في حته، مش طول الوقت في حتته. لا لا مش طول الوقت. لا لا مش طول الوقت. مين عملها؟ مفيش حاجه اسمها كده. فلعبت كوره، فاهم قصدي؟ اساطير، فاهم قصدي؟ شخص خارق. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. دي مش عدله الدنيا. دي مش عدله الدنيا. تمام، عدله الدنيا ان النهارده في مارادونا، وكان قبله في بلاي، وفي النهارده في ميسي ورونالدو. تمام، انت شايف ده واحد وده شايف نفسه واحد وده ده واحد، فاهم قصدي؟ وفي مبابي. بس انت واحنا قاعدين دلوقتي مسلسلك رقم واحد، او لاول مره هو رقم واحد واثنين. ده فضل ونعمة من ربنا، على مش شطارة مني. البحث مش حق عرب رقم واحد، مسلسل حق عرب رقم اثنين. ماشي، ده فضل من ربنا وبدعم اخواتي ليا. تمام، لكن انا عمري ما اقول لك انا رقم واحد. تقولهاش ليه يا ودي؟ لان انا مش ما بصدقهاش. مفيش حاجه اسمها كده. انا راجل ناجح. راجل مسلسلي ناجح، مسلسلي مكسر الدنيا. تمام، لانها لو دامت لغيرك ما كانتش تجيلك، فاهم قصدي؟ فالنهارده انا همي ان انا قاعد بفكر السنه الجايه والسنه اللي بعديها ازاي احافظ على حب الناس ليا، مش على نجاحي. حب الناس ليا عندي فكره ابرك من نجاحي. اتعلمت من تجربه حد؟ لا، ده انا اقولك اتعظت من شيء معين؟ ما فيش حد، فيش. بص، لا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتصدم. الغرور بدايه النهايه. تمام، انا النهارده انا ستي، انا مسلسلي انجح مسلسل. تمام، الف شكر والحمد لله رب العالمين. انا اللي شاغلني ان انا قاعد بقى مش اقول لك انا انجح مسلسل. لا، انا شاغلني ان انا السنه الجايه ابقى انجح مسلسل، والسنه بعدها انجح مسلسل.